السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أستاذة إيمان. هحاول النهاردة دلوقتي أقدم حاجة بسيطة جدا عن استخدام الكود بيلدر بأكتر من طريقة. استخدم طريقة بسيطة الأول وبعد كده إيه نتحرك. أهم حاجة إحنا عارفين إن أنا بستخدم هنا الأدوات دي اللي مقدمها لي في الكود بيلدر، بالضغط على لتر سي تظهر لي ساحة العمل، ساحة العمل ودي المشاركة، نفس الكلام زي في مايكروبيد. طيب هنا البيسك الأساسيات أهي، وبعد كده البلاير وبلوكس، وعندنا هنا الموب اللي هو ايه للشخصيات الغريبة، وبعد كده الايجنت، انا بركز على الايجنت المرة دي، وبعد كده في تولز كمان تانية وفي ضبط الطقس، وبعد كده عندنا هنا في كتير من الادوات واللوبس والتكرار والماس، والماس عندنا، وبعد كده في فاريبل، وفي عندنا ايه الادفانس. طب ندخل على الايجنت وتحدد فيه البوزيشن بتاع الايجنت، تمام. وخدت هنا الشات، اخدت الشات اهي، وبعد كده ايه اخدت كام حركة. انا طالبة من الايجنت يتحرك لكام، يتحرك يتقدم باي ون، تمام، ولكن كام حركة في الريبيتيشن فور تايم. طب يحط لي ايه، يستخدم حاجة اداة مثلا يزرع الشجرة دي 5 و10 مثلا و15، وهو بيتحرك ايه للامام. انا هنا زرع لي قبل كده، انا ممكن اغيرها ببساطة، ممكن يزرع الوردة دي مثلا ونشوف هينفذها ولا لا. تعالوا كده هنضغط على كلمة اللي هو الرن اهي، نضغط على الرن ونروح لساحة العمل بعد كده اهو، واقول له اه وانت بتتحرك للامام، هو واقف اهو منتظرني تحت الامر، اقول له تي هنا واضغط هنا من تحت، اقول له ايه من تحت، اروح اكتب له اف دي يعني اتحرك للامام، وبعد اقول له نفذ. حاجة بسيطة جدا، شايفين هو اللي بيعمل ازاي، بيزرع، كل ما بيتحرك ايه بيزرع، كل ما بيتحرك زرع لي ثانية واحدة حاجات جميلة جدا. غير كده ايه، شايفين بنى ايه، بنى مدينة كاملة في ثواني، مدينة كاملة ايه في ثواني بناها لينا من الايجنت، تمام. طيب وشكرا على الجزئية دي. انا فتحت التولز وهنا عايز ياخد مثلا ايه التقط صورة للشغل اللي عمله، نكتب على كلمة كاميرا، تجيلي الكاميرا اهي، التقط الصورة دي مثلا وحطها هنا لي، تمام. طيب وبعد كده هقول له هجيب الكاميرا فين، التولز تحت، واقول له اوكي يقف هنا، تمام. الكاميرا نمبر كام، 1 2 3 4 5، هنا اقول له 5، ياخد الكاميرا هنا يقف هنا، اوكي عايز اصور اللي هو الايجنت، اقف هنا على الكاميرا، تمام ايه حددتها، رايت كليك تبدا التقاط الصوره اهي، اوكي. بعد كده نشوف نفتح البورتفوليو، ادي التي، ادي التي عفوا، نفتح الانفنتوري، نكتب كلمة بورتفوليو، ادي البورتفوليو، اكتب بورتفوليو اهو، واخد الكتاب ده اللي هو البورتفوليو واحطه تحت في التولز، تمام، واشوف الصورة بتاعتي، اوكي، واشوف الصورة ايه بتاعتي. طيب فين التولز ها، نمبر 1 2 3 4 5 6، ودي نمبر 6 اهي، الكاميرا جايباها لي، واقف هنا وافتح رايت كليك، ودي صورتي اهي، اعملها بقى اكسبورت، اكسبورت اهي، اكتب بس الكابشن مثلا الاء اسماء اي اسمك، وتكتب ودي الحين اسم، واقول اكسبورت، يجيلك ايه بسطح المكتب، وتبني تحملها على الوان درايف، تمام. ثانك يو، شكرا على الجزئية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحاول جزئية، نشوف جزئية تانية من الماينكرافت مع بعضينا كده في الكود بيلدر. نحاول، خدنا خاصية هنا اللي هو الفانكشن فوريفر، ان انا هو على طول يعمل لي الحركات دي. انا طلبت من ماينكرافت الايجنت بتاعي ايجنت موف فورورد باي وان، اوكي، وبعد كده ايجنت تين فورورد، وانت ماشي ادي لي الحركة دي اللي هي ابليس مثلا تري، ذس تري باي 1 و 5
وتن، اوكي؟ ايجنت بليز ضع الحاجات دي قدامك وانت ايه بتتحرك، تعال نشوف بينفذها ازاي. تمام، قال لي هنا فوري بس، شوف الخاصية دي كده بينفذها ازاي. دخل ساحة العمل، اروح لساحة العمل ونشوف كده معانا هينفذها ولا لا. طلع مني هنا، شايفين هو شغال اهو، اهو شايفينه، هو كل ما بيتحرك بينفذ حاجة، شايفين؟ طيب ينفذ حاجة معايا اهو، بينفذ فوريفر، حاجة جميلة جدا من الايجنت. انا طلبت منه امر اهو بينفذه فوريفر، شايف عمل ايه؟ كله ده عمله. زي هنا ما يبني هرم، يبني بتاع دي، احاول بقدر الامكان الايجنت شغال معايا نازل يبني مساحة كبيرة من الارض في الاتجاه. انا ممكن اقول تيرن ليفت تيرن رايت، اوكي تيرن ليفت تيرن رايت، انا شايف اهو الايجنت شغال معايا اهو بيبني منطقة كبيرة جدا، بيبني منطقة كبيرة جدا اهو، انا ماشي معاه اهو، هو شغال، شايفينه اهو، اهو شغال، هو بيبني اهو وان باي وان، شايفين الايجنت، اي حاجة انت اديله الامر هو شغال بيبني، اديله الامر وهو بيبني اهو، احنا معاه اهو. تمام، اوكي، هو ممكن خليه تيرن رايت تيرن ليفت، هنروح معاه للكود بردل واقول له ايه اتحرك. تمام، نقفل، دخلنا على الكود بردل واقول له تيرن ليفت مثلا، تيرن ليفت الليفت ودي ليفت، اتحرك لليسار وانت بتحط لي الشجر ده، ودي ليفت هنا، اتأكد من كل خاصية. تمام، طيب شوف كده الأمر منفذ ولا لأ. شوف كده اهو الإيجنت اهو، شايفين؟ شايفين الإيجنت؟ شايفين الإيجنت؟ شغال الايجنت، شغال الايجنت، شغال في البنى بالطريقة دي، اعمل وان فوق وان، طبقة فوق طبقة، ونقعد نبني الهرم. طيب اوكي، انا ممكن اعمله بالطريقة دي ريبيتيشن، الايجنت بيبني، نتحرك عليه، هو لازال في ساحة العمل بيبني اهو، شايفين بيكسر وبيبني اهو، شايفين يزرع قدام وحديقة اهو، تمام بيزرع وبيبني، بيبني اهو، شايفين ده هو اللي انا عايزينه في الكود بيلدر، يكون العمل يعني اجمل واحسن للطلبة مع المحاولة تتمكن. سامحوني عشان بس الامكانيات معايا ضعيفة، لكن ممكن اعمل ايه اكتر من كده. اوكي شايفين، طيب انا عايزة اتجه بقى للرايت، اروح في بيلدر، شايفين ايوة، طيب شوف للرايت، اقول له لا اتجه للرايت اليمين، يبقى انا هنا اجي هنا اقول له تيرن رايت،
تين رايت اهي، بعد كده ودي التانية رايت، بعد كده اتجه للرايت ونفذ. انا ما اشتغلش على الكوماند اوكي، بس على ال على ال اهو شغال اهو شغال، اتجه للرايت بيرجع وبيزرع. انا اقول له لحظة، ممكن اعدل حاجة بسيطة جدا، ان انا اخليه ممكن موف فورورد خطوة وبعد كده يزرع جوه الشجر ده شجرة تاني. تمام، اقول له فيه هنا ولا دبليكيت، انا دبليكيت دبليكيت اهي وحطها هنا، دبليكيت اخدها حطها هنا، نشيلي خطة واحدة فقط للامام وخليك زي ما انت فين في الرايت وازرع نفذ اهو. تحرك للامام، تحرك للامام، تعال نشوفه، شوفوا كده حركنا الامام بيزرع، شايفين شايفين شغال اهو شغال شغال، هو اسرع مني بيزرع اهو شايفين. ترجع اوسع المساحة بالكود ايه بلدر اوكي، هو ده اهم حاجة. وان انت بتستخدم البرمجيات في البناء في الزرع بطريقة سريعة، انا هستخدم مين؟ الايجنت، استخدم الايجنت اوكي، الايجنت يعملها لي مساحات واسعة ورائعة جدا وفي منتهى السهولة وبسرعة. هو بيتحرك وبيزرع وبيبني، بدأ استبدل مثلا العشب بالطوبة وهكذا اوكي. واي سؤال انا تحت امرك، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة انا نهيت المحاولات، هنا بنستخدم ايميل الطلبة معايا وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو شغال.